أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ضيف المشرق. ضيفتنا لهذه الحلقة من مواليد مدينة دمشق لعام 1971، تخرجت من جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، ثم حصلت على دبلوم في الآداب منها. عرفت باهتمامها بالفنون والآداب والثقافة، واشتغلت في ميدان الثقافة أيضا، وشاركت في إعادة تأسيس سينما دمشق حسب المعايير الدولية. تأثرت بأفكار والدها السيد جمال الأتاسي، فأطلقت مع بداية العقد الأخير من الألفية الثانية ما يسمى بمنتدى الأتاسي، الذي جمع جميع ألوان الطيف المدني والسياسي والأهلي في سوريا. ناشطة سورية مدنية معارضة، اعتقلت في بداية الثورة السورية وتعرضت للكثير من الترهيب والمضايقات. كانت من أهم الشباب الذين نسقوا لأول مظاهرة في سوريا بتاريخ 15 آذار 2011، أول من أعلنت رسميا على الإعلام انطلاقة الثورة السورية، وقالت: منذ اليوم السوريون مواطنون وليسوا رعايا. نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ورئيس وحدة تنسيق الدعم السيدة سهير الأتاسي ضيفتنا لهذه الحلقة. أهلا وسهلا بك سيدة سهير. مساكم حرية. بداية نتحدث مع مشوارك الثوري، كيف بدأ هذا المشوار مع الثورة السورية؟ هلأ بداية، أنا صحيح أنني ولدت في دمشق، ولكن أعتبر أن جذوري حمصية. طبعا بدأت بالنشاط يعني مع ربيع دمشق، مع فترة ربيع دمشق، عندما بدأنا بتأسيس منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وأردناه أن يكون كما أراد جمال الأتاسي، أردناه أن يكون جزيرة مفتوحة لكل أطياف المجتمع السوري. كان الجميع يحضر بمن فيهم حزب البعث، وكانت هناك نقاشات، يعني على الأغلب هي عبارة عن نقاشات سياسية. كنا نتوجه لأن يناقش في هذا المنتدى المواضيع التي تعتبر محرمة في المراكز الثقافية التي هي تحت وطأة الأجهزة الأمنية حينها. تم اعتقالي في عام 2005، لأنه كان هناك ضغط شديد من أجل إغلاق منتدى جمال الأتاسي. أعتقد أن السبب الأبرز حينها هو كان استقطاب الشباب. طبعا بالنسبة للنظام السوري دوما الخط الأحمر هو الشباب، وبداية الحراك الحقيقي يمكن أن يكون من الجامعات. كان هناك اعتقال لي في 2005 مع مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي، ومن ثم كان هناك محاصرة للمنزل لمدة 6 شهور تقريبا، يعني بمثابة إقامة جبرية تقريبا. ومن ثم تم أكملت موضوع الإصرار على وجود منتدى جمال الأتاسي كواحة أخيرة للحوار الديمقراطي بين كل الأطياف. طبعا يعني تراجعت المعارضة شيئا فشيئا نتيجة الضغط الأمني حينها. متى توقف المنتدى عمليا؟ متى توقف؟ في حزيران 2005، نحن اعتقلنا في حزيران 2005، وعندما خرجنا وحاولنا أن نعقد أول ندوة منعت هذه الندوة. يعني أتوا أكثر من كتيبة من حفظ النظام، فجمعنا في ساحة الكنيسة في مشروع دمر، وعندها يعني كان هناك هجوم علينا، هجوم عنيف، وحتى يعني لم يتحملوا حتى اللافتات التي تعبر عن أهمية الدفاع عن الرأي. منذ يومها ونحن كل شهر نقول أننا مصرون من أجل عقد المنتدى، وفي كل شهر هم يأتون ويحاصرون ويمنعون أي شخص من الدخول إلى منزلي. كان هناك حصار رهيب. بعد هذه الفترة استمريت بالنشاط مع الشباب، يعني يمكن بداية يعني منذ عام 2003 والحراك الشبابي الذي حصل في حلب ومن ثم في دمشق، معتقلي الحراك الطلابي حينها، كنت آمنت أن هؤلاء هم من سيبدأون التغيير الحقيقي. هنا ابتعدت عن المعارضة التقليدية أو المعارضة المعروفة؟ أبقيت على التزامي معهم، يعني أنا أعتبر أنه لدي التزام، ليس عندي إيمان بأنهم سيكونون هم في مقدمة التغيير، لكن عندي التزام أخلاقي معهم. وإنما كان العمل الحقيقي الجدي كان مع الشباب الديمقراطي،
ومن هنا كان الخوف من مرتضى جمال الأتاسي بأنه بدأ يستقطب هؤلاء الشباب. ما أتذكره تماما أنه عندما اعتقلنا ربما يعني يومها كانت أول مظاهرة يدعو إليها الشباب. الشباب سبقوا المعارضة يومها، سبقوا الأحزاب، سبقوا الجميع، جميع من كان منتمي إلى منتدى جمال الأتاسي، ونزلوا إلى ساحة المدفع ونزلوا إلى كل مكان من أجل التظاهر للدفاع عنا وللمطالبة بخروجنا. بعد ذلك أتممت هذا النشاط، أتممته مع الشباب بالشكل الأساسي وأيضا مع إعلان دمشق، يعني مع المعارضة في إعلان دمشق. كيف استقبلتي مشروع إعلان دمشق؟ هلا الحقيقة مشروع إعلان دمشق يعني هناك جملة سحرية بالنسبة لنا هي التي استقطبتنا، وهي جملة المقاطعة مع النظام السوري، يعني أنه انتهى، لم يعد هناك أي تعويل على هذا النظام. على كل أحوال نحن أذكر أنا والأستاذ الكبير علي العبدالله والكثيرين من مؤسسي منتدى جمال الأتاسي، منذ أن أتى بشار الأسد لم نكن نعول بأن هناك أي تغيير، كنا نقول بأن هناك لمسات تجميلية حاول أن يتحدث عنها، ولكنه ما لبس أن انقلب عليها، لأنه لا يمكن أن يحتمل أن يكون هناك جو ديمقراطي حقيقي. فإذا يعني كانت هناك هذه الجملة السحرية بأن هناك قطيعة مع النظام، ولا بد من التوجه إلى المجتمع من أجل بدء التغيير ابتداء من المجتمع، وليس بالتوجه إلى النظام والاستجداء والمطالبة. انتهى هذا العهد. هنا ننتقل الآن إلى الثورة السورية. كيف بدأت التحضيرات للثورة السورية، وكيف بدأ مشوار سهير الأتاسي مع هذه الثورة؟ أعتقد أنه البداية ولا بد أن يعني من ذكر اسم هذه الصبية. يعني بالنسبة لي البداية كانت مع طل الملوحي، بالنسبة لي البداية كانت مع تلك المدونة الشابة الصغيرة في السن التي تم اعتقالها فقط من أجل بسبب مدوناتها وبسبب يعني الحرية في الرأي. فعلا كانت فتاة مميزة، اعتقلت واختفت. عندما بدأنا النشاط وعندما بدأنا كان الشيء المهم وقتها أننا شاركنا مع الشباب المصري، لأنه قبل ذلك كانت هي مقيمة في مصر. بدأنا سويا حراك مهم، وقمنا طبعا كان عندها ممنوع النزول إلى الشارع في ذلك الوقت، بدأنا مظاهرة إلكترونية مع الشباب. أذكر تماما أنه بعد ذلك من جراء هذا الضغط كشف النظام عن مكان وجودها، ولكنه اتهمها بأنها جاسوسة وبأنها عميلة للأمريكان. تابعنا هذا النضال. أعتقد أن البداية، بداية كسر جدار الخوف من قبل الشباب، كان بالتعامل مع قضية طل الملوحي. بعد ذلك أيضا في نفس الوقت أحيينا منتدى جمال الأتاسي على الفيسبوك، ولكن أحيناه مع الشباب وليس مع المعارضة التقليدية. طبعا التهديدات باتجاهي كانت كبيرة جدا، كان هناك استدعاءات بشكل مستمر، في بعض الأحيان قاموا ب يعني أخذوا هويتي رهينة لمدة 15 يوما تقريبا، طلبوني بإغلاق المنتدى حتى على الفيسبوك، ولم أقم بذلك، منعوني من السفر، وكان هناك مضايقات كبيرة. طبعا كان هناك عمل تراكمي سواء بخصوص قضية طل الملوحي أو بخصوص منتدى جمال الأتاسي على الفيسبوك. ومن ثم أتت الثورة، أتى موضوع تونس. في تونس يعني هناك البعض من نزل على إلى الشارع، كان العدد ما زال قليل جدا، ولكن كبر هذا العدد بعد أن رحل بن علي. أذكر تماما يوم رحيل بن علي المباركات التي كانت تأتي عبر الموبايل بدون أي خوف، يعني بدأنا نبارك لبعضنا البعض برحيل بن علي. مع مجيء الثورة المصرية قررنا النزول إلى الشارع، وبدأنا بتنظيم هذا 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 النزول. كنا نعلم لماذا نحن في الشارع، ليس فقط من أجل التضامن مع الثورة المصرية، ولذلك يعني الأمن كان شديد الذكاء، الأمن السوري كان شديد الخبز والذكاء، كان يفهم أننا نحن نبدأ بأن نراكم للوصول للثورة السورية. لذلك أول يوم سمح لنا، ثاني يوم بدأ بالتضييق علينا أكثر فأكثر، وأتت ثورة ليبيا. في ثورة ليبيا أذكر تماما عندما هتفنا لأول مرة، هذا الهتاف كان لأول مرة في التضامن مع الثورة الليبية مقابل السفارة الليبية، يوم الوقوف أمام السفارة الليبية هتفته أنا، ولكن هناك
يعني سيدة كبيرة في العمر والقدر، سياسية مخضرمة، هي من همسته في أذني وأنا صدحت بهذا الهتاف خاين اللي بيقتل شعبه. كان هذا الهتاف مقابل السفارة الليبية وتضامنا، ولكن كنا نعرف من نقصد بهذا الهتاف. فعلا يومها أصبحت العيون تلمع وأصبحنا نطور هذا الهتاف: خاين اللي بيقمع شعبه، خاين اللي بيسرق شعبه. والأمن سرعان ما بدأ بالهجوم، بدأ بالضرب، قام بعملية اعتقالات يومها، ولكن كانت لمدة ساعات، ومنع بعد ذلك التظاهر. أنا أعتبر أن منذ ذلك اليوم يعني كان هناك تراكمات، وبدأنا نتحدث عن أنه كيف يمكن لنا أن نبدأ بالثورة السورية. كنا نجتمع مع مجموعة شباب، الحقيقة كانوا شباب رائعين، يعني كانوا شباب عم يبدأوا يطوروا يعني هذا مفهوم الاحتجاج المدني، كيف يمكن أن نبدأ. وكنا نفكر بمظاهرات طيارة، ولكن من أجل الحديث بشكل تماما واضح، طبعا بنفس هذا الوقت كان هناك يعني أنا وصلت إلى مرحلة في ساحة باب توما، تم احتجازي وتم ضربي وتم تهديدي بالقتل. ويومها قالوا لي: أنت جرثومة، أنت عميلة للموساد، في أي وقت سنراك في الشارع سيتم قتلك برصاصة وإراحة هذا الوطن من جرثومة. شلون الترهيب والتخويف كالعادة. تماما. ولكن ثاني يوم كنت قد دعوت إلى مظاهرة من أجل الاحتجاج على سيريا تيل وإم تي إن، وبالتالي معروف أنه من أجل الاحتجاج على سياسات رامي مخلوف. كان تقريبا هناك يعني 100 شاب وصبية، طبعا في هذا الجو من الترهيب، وكانوا قد علموا أنني مهددة بالقتل قبل بيوم. كان يعني كان واضح أن الشباب قد كسروا حاجز الخوف بشكل كامل وبشكل نهائي. هلأ في 15 آذار، لكي نتحدث تماما بموضوعية، كنا ننتظر كلنا ماذا سيحدث ومن الذي سيرتب هذا الموضوع. نحن كنا نحضر من أجل 16 آذار وليس من أجل 15 آذار. كنا نحضر من أجل يوم الاعتصام بالتضامن مع معتقلي الرأي والضمير المضربين عن الطعام أمام وزارة الخارجية، أمام وزارة الداخلية. ولكن عندما علمنا أنه بدأت المظاهرة، نزلت فورا أنا ويعني شابة من درعا أحترمها جدا، نزلنا فورا إلى مكان المظاهرة. ربما لحقنا آخر هذه المظاهرة، وعندها بدأت أعطي تصريحات للإعلام بأن الثورة السورية بدأت. شرارة أنا أسميتها شرارة الثورة السورية، لأنها فعلا كانت عبارة عن شرارة. وتحدثت أن الآن سوريا لم تعد سوريا الأسد، سوريا هي لكل المواطنين، وأن السوريين اليوم أعلنوا عن أنفسهم مواطنين وليسوا رعايا. في اليوم التالي جرى اعتقالي، في 16 آذار جرى اعتقالي وبطريقة بشعة جدا، سحلي في الشوارع والشتيمة وحتى السير فوقي، يعني كانت لحظات عصيبة. اعتقلت لفترة أقل من شهر تقريبا في عدة فروع أمنية، كانت رحلة طويلة يعني، وبعد ذلك أيضا رحلة التواري، وبعد ذلك الخروج من درعا إلى الأردن عبر الساتر الترابي طبعا بطريقة غير نظامية. أنا تواريت تقريبا 9 شهور يعني من دون أن يكون لي أي أثر بالنسبة لأمي أو عائلتي، وكانت دائما التهديدات يعني تصل إليهم، يعني كان هناك قرار بتصفيتي يعني في ذلك الوقت. الآن ننتقل للحديث عن المنصب في الائتلاف، كيف وصلت إلى الائتلاف وأصبحت عضوا في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، كيف كانت تجربة مع هذا الكيان الذي نشأ منذ أشهر؟ هلأ في الحقيقة أنا لم أنضم سابقا إلى المجلس الوطني، كنت دائما أفضل العمل مع الحراك الثوري، كنت مشاركة في تأسيس اتحاد تنسيقيات الثورة وفي تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية، كنت أفضل العمل مع الحراك الشبابي. ولكن عندما أتت فكرة الائتلاف الوطني ورأيت أن هناك ممثلي مجالس محلية وأن هناك أيضا ممثلي للحراك الثوري بنسبة الثلث تقريبا، أنا كنت دائما أدعو الشباب وأدعو المعارضين بأنه لابد أن يمسك الشباب بزمام القرار في أي تجمع من هذا النوع. بالنهاية هؤلاء الثوار هم من يدفعون
دماءهم في الأرض. بالنهاية هم الذين ضحوا. نعم نحن بحاجة إلى خبرة الكبار، نحن بحاجة إلى خبرة المعارضة التقليدية، ولكن يجب على الشباب أن يكون لهم الأثر الأكبر. دخلت إلى الائتلاف بهذا المعنى. طبعا يعني لا أعتقد أن وجود الحراك الثوري كان فعلا نوعيا، يعني كنا بحاجة إلى وجود نوعي يكون رافعة حقيقية لهذا الائتلاف. في الفترة الماضية طبعا الائتلاف أنجز العديد من المهمات، منها أنه استطاع أن ينتزع الاعتراف الدولي بكونه الممثل الشرعي للشعب السوري. يعني المكسب من ذلك هو رفع غطاء الشرعية عن نظام الأسد، هذا هو المكسب. ولكن هذا الكلام بالنسبة لنا لا يكفي، يعني أن يكون الائتلاف هو ممثل شرعي للشعب السوري. طب منعكسات هذا الاعتراف على الأرض ماذا؟ هذه هي النقطة المهمة التي حتى الآن لا أعتقد أن الدول مكنتنا بأن يكون هناك فعلا انعكاسات. ممكن أن تكون الانعكاسات بأن يكون هناك اعتراف قانوني وليس فقط سياسي، بالتالي موضوع منح جوازات السفر، أن يكون هناك يعني إغاثي بطريقة أكبر بكثير من موضوع التقصير. نتحدث الآن النشطاء يتحدثون عن فشل الائتلاف في جميع المهمات التي تصدى لها، وخصوصا ملف الإغاثي. هل توضحين ذلك؟ هلأ يعني باعتقادي الدول المانحة يعني هي التي فشلت. لماذا؟ نحن عندما بدأنا في الائتلاف كانت هناك رسالة جدا مهمة للدول المانحة قلناها لهم، قلنا بأنه يعني هناك فوضى على الأرض، هناك فوضى إغاثة، وهناك نوعا ما فوضى سلاح، وهذا أنتم المسؤولين عنه. الآن أصبح هناك مؤسسة، أصبح هناك مؤسسة اسمها الائتلاف، وعلى ذلك مؤسسة هيئة الأركان. عليكم الالتزام بهذه القناة كقناة وحيدة لتمرير الإغاثة عبرها. نحن لا نقصد بذلك احتكار الإغاثة، عندها كانت فكرة وحدة تنسيق الدعم. وحدة تنسيق الدعم لا تريد احتكار الإغاثة، إنما وحدة تنسيق الدعم تريد أن تنسق كافة الجهود، من طرف جهود المنظمات الدولية، ومن طرف آخر جهود العاملين بالإغاثة على الأرض، سواء كان مجالس محلية أو إن كان تكتلات ثورية أو جمعيات خيرية أو مكاتب إغاثية. وإنما أنا قلت لهم الدول تبقى تشاغب، يعني الدول تبقى تعطي هذه القناة، نعم تعطيها جزء، وتبقى تعتمد قنوات فرعية أخرى. طيب المعونات لم تصل في الداخل والخارج، والآن لدينا مأساة للاجئين الموجودين في الأردن، كيف تفسرين ذلك؟ هلأ نحن عندما رسمنا هذه الخارطات وأكثر من مرة قمنا بدعوة مؤتمر للدول المانحة، كنا نريهم بالأرقام وبالخارطة مدى الهوة الموجودة ما بين ما يقدمونهم والاحتياجات الحقيقية في كل منطقة وفي كل حي من أحياء سوريا. غير ذلك الدول تعلن عن 100 مليون دولار، تعلن عن مبالغ معينة، أحيانا لا يصل منها شيء، وأحيانا يصل منها قسم، ومن ثم يعملون على معاقبة سياسية لأجل أي سبب من الأسباب، ربما معاقبة الائتلاف، وتسقط هذه المعاقبة على وحدة تنسيق الدعم. يعني أنا الآن أقول وأريد لكل السوريين أن يعرفون ذلك، وأنا ونحن في وحدة تنسيق الدعم واجهنا الدول المانحة بذلك. أعتقد أن الدول المانحة تسيس الإغاثة، الدول المانحة تريد أن تعطي مشروع الإغاثة مشروع سياسي، في بعض الأحيان هي توجه الإغاثة، ونحن لن نسمح بذلك بأي حال من الأحوال. أعزائي المشاهدين، نعود للسيدة سهير الأتاسي ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. سيدة سهير، هل توجد آلية للرقابة والتدقيق حول المساعدات وكيفية توزيعها؟ لا طبعا، يعني أنه بالتأكيد نحن أساسا منذ أن بدأنا بتأسيس وحدة تنسيق الدعم كان أساس شراكتنا مع الدول المانحة هو أن نضع معا
هذه المعايير الدولية، يعني حتى الدول وعلى يعني وبالتأكيد الدول الأوروبية مثلا والأمريكية لا يمكنها أن تتعامل مع جسد ليس لديه معايير واضحة لشفافية وللرقابة. وبالتالي نحن بدأنا يعني وضع هذه المعايير خطوة بخطوة. هي تبدأ، نحن الآن لدينا جسم مهم جدا داخل الوحدة اسمه الاي ام يو، وهو وحدة المسح الإغاثي. لدينا موظفين في الداخل هم مدربون على استمارة، ينزلون إلى الداخل ويقومون بمسح إغاثي بخصوص كل شيء، يعني حتى موضوع البنية التحتية، الكهرباء، المياه، الاحتياج إلى الطحين وكل هذه الأمور. بنفس الوقت نحن لدينا موظفون موجودون في الداخل، موظفون من وحدة تنسيق الدعم، ليست مهمتهم التوزيع. نحن كوحدة تنسيق الدعم لسنا منفذين على الأرض، نحن فقط ننسق ونشبك ونربط العاملين بالإغاثة على الأرض ضمن المعايير التي تحدثنا عنها، أنه لا ولاءات مقابل الإغاثة، ولكن الموظفين هم من يقومون بتدقيق توزيع هذه الإغاثة، هل هي وصلت بالشكل الفعلي إلى مستحقيها، المنظمات التي قامت بالإيصال إلى المستحقين. نحن نقوم دائما بإعادة تقييم. على سبيل المثال، على أي أساس وبأي معايير اعتبرتم أن هؤلاء هم أكثر استحقاقا، أو أن هذا الحي أو هذه المنطقة هي أكثر استحقاقا من منطقة أخرى؟ فإذا هناك دائما إعادة تقييم، هناك دائما مراجعة. على هذا الأساس هناك بعض الجمعيات التي يعني نوقف تعاملنا معها، وهناك البعض الآخر الذين نكثف فعلا ونعتبرهم هؤلاء هم شركاء حقيقيين، وبالتالي كل شيء هو خاضع للرقابة بالتأكيد. طيب، المنظمات الدولية الإنسانية تتحدث عن كارثة غذائية تنتظر السوريين، فهناك 4 ملايين غير قادرين على تأمين قوت يومهم الآن في الداخل، و12 مليون في طريقهم إلى المجاعة. كيف ستستطيعون احتواء هذه الكارثة الكبيرة؟ طبعاً هل من خطة حول هذا الموضوع؟ طبعا أولا أنا أريد أن أقول لك أن يعني نحن قمنا بتقارير فعلا غاية في العلمية، وفي بعض الأحيان هذه الأرقام تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة أيضا، يعني لكي أزيدك بشكل مخصص أكثر لكي تعلم إلى أين الكارثة موجودة. مثلا في تقييم جدا سريع لسبع محافظات شمالية، هذا التقييم فقط كان لنسبة 40% من المحافظات الشمالية. تخيل فقط بهذه المساحة هناك 3.5 مليون شخص بحاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية، هناك 1.5 مليون شخص نازحين داخل البلاد، 3.2 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء والدعم المعيشي، 3 مليون شخص بحاجة إلى الرعاية الصحية. طبعا موضوع الصحة وموضوع كارثي، ولذلك نحن الآن بدأنا ببرنامج الإنذار المبكر، يعني هذا برنامج جدا مهم الآن بدأنا فيه بوجود أطباء أيضا في الداخل. هناك يعني أوبئة ستنتشر مع مجيء الصيف. يتحدثون الآن حول أمراض منقرضة. صحيح. ستعود. صحيح. صحيح. إلى سوريا. أيضا هناك 2.5 مليون شخص بحاجة إلى المأوى، هناك 1.5 مليون شخص بحاجة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة. في حلب أيضا الموضوع كارثي، يعني هناك 2.4 مليون نسمة يعيشون في مناطق بأمس الحاجة للمساعدات الإنسانية، 510,000 نسمة أجبروا على الرحيل من منازلهم، 2.4 مليون لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية حتى، 2.2 مليون نسمة مهددون بفقدان القدرة على تأمين احتياجاتهم من الغذاء. إذا نحن الآن عندما نبني هذه الخارطة نجد مناطق نلونها بالأحمر، هذه المناطق هي قريبة من الموت، إلى هذا الحد الكارثة رهيبة. طبعا الآن نحن سنقوم بجولات إلى كافة الدول. نعم يعني هناك ويجب ذكر، يعني صحيح أنا قلت سابقا وقلت أن هناك بعض الدول التي تحاول تحميل يعني وحدة تنسيق الدعم مشروع سياسي، وإنما يعني أريد القول بأن هناك دول وقفت إلى جانبنا منذ بداية تأسيس وحدة تنسيق الدعم، وثقت بنا ورفعت من إمكانياتنا، يعني فعلا الكثير وضع الثقة وعمل بشكل متوازي ما بين الإغاثة، ما بين العمل معنا كشريك حقيقي في مجال الإغاثة، وما بين تمكين وحدة تنسيق الدعم.
ما هي حجة الدول في كل هذه الأوقات؟ لماذا لا تعطي إلا القليل وتعطي الأكثر إلى الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة تتعامل حتى الآن مع النظام السوري، وبالتالي في بعض الأحيان تصل الإغاثة إلى الموالين الذين ليسوا هم بحاجة إلى إغاثة. لماذا؟ عندما نسألهم لماذا؟ يقولون أنه حتى الآن ليس هناك شريك حقيقي، مؤسسة حقيقية نستطيع من خلالها أن نوصل الدعم الذي تستحقه هذه المناطق المنكوبة. الآن يعني يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، أصبحت ثقتهم بنا أكبر بكثير. لذلك نحن الآن سنقوم بعقد ورشات عمل مع الدول المانحة. سوف نعمل نحن على إدارة، يعني دائما كان يكون هناك مؤتمرات للدول المانحة، هم من يدعون إليها أطراف المعارضة أو جمعيات. هذه المرة نحن سنمسك المبادرة بأن ندعو نحن هذه الدول المانحة ونبدأ بوضع احتياجاتنا. الدول المانحة عندما تأتي وترى بأن هناك يعني خارطة مبنية على أسس علمية، وأن هناك فعلا شبابنا التكنوقراط يعملون بشكل علمي بحت لا علاقة لهم بالسياسة، أنا أتكلم عن المنظمات، يمكن عندها أن نتحول إلى شريك حقيقي، وقد تحولنا إلى شريك حقيقي مع الكثير من المنظمات ومع الكثير من الدول المانحة. طب تحدثنا عن أموال الدول المانحة قبل قليل. طب هذه الأموال كما أعلن تكفي لسد حاجات الشعب السوري من الناحية الغذائية، أو في الأحرى في الموضوع الغذائي من الناحية النظرية، ولكن لماذا لم تصل هذه المعونة؟ لأنه دائما يعني أنا أقول دائما الإعلان يكون أكبر بكثير من الواقع. يعني هناك بعض الدول تعلن أننا نعمل. لماذا بتقديرك؟ لماذا هذه الدول تعلن ثم توقف المعونة؟ في بعض الأحيان هم يقررون نعم نحن أعطينا 10 مليون، ولكن 90 مليون التي سبق وأعلننا عنهم نريد أن نتجه بهم باتجاه هيئة الأركان، أو ربما نريد أن نتجه مباشرة باتجاه المجالس المحلية ولو خارج نطاق وحدة التنسيق. طب الكل يشكي، الكل يشكي، هيئة الأركان تشكي من التقصير، المجالس المحلية تشكي من نقص الأموال، وحدة تنسيق الدعم تشكي، إذن أين تذهب هذه الأموال؟ هناك من يتحدث عن فساد ورشوة، هل هذا الكلام دقيق؟ هلأ بداية بالتأكيد عندما تتوجه الدول إلى أكثر من جهة، هنا يصبح موضوع الهدر وارد، بمعنى لذلك نحن كنا نطالب بأن يكون هناك قناة واحدة هي عبارة عن تنسيق الدعم، لكي هي تتفرع باتجاه المجالس المحلية، هي تتفرع باتجاه الجمعيات الخيرية، هي لا تريد أن تستأثر. نحن أساسا ليس لدينا فريق لوزع الإغاثة، وإنما نحن نريد أن ننظم وأن ننسق وأن نمنع الهدر. وإنما الدول عندما تذهب باتجاه أكثر من مكان وأكثر من فرع، عندها يصبح الهدر بالتأكيد موجود. حتى أيضا نحن قلنا بأننا سنكون مسؤولين، وكنا مسؤولين في بعض الأحيان بحسب الإمكانيات، كنا مسؤولين أيضا بأن يعني نتحمل مسؤولية، وطبعا هذا عبارة عن واجب، إطعام وسلات الإعاشية لعائلات المقاتلين، ولكن دائما الإمكانيات أقل بكثير من الاحتياجات. هذا الأمر هو دائما موجود، حتى الدول تقول أنه لا يمكنها أن تعطي أكثر من ذلك، هي الآن قيد التجربة، تجرب، لا تريد أن تجرب الآن المجالس المحلية، لا تريد أن تجرب الآن هيئة الأركان. أما عن الحديث عن موضوع الفساد، طبعا أنا أريد أن أكون واضحة، عندما بدأنا برسالة أن وحدة تنسيق الدعم لن تسمح بأن تكون الإغاثة مقابل ولاء سياسي، هلأ وقلناها يومها وربما فسرت بطريقة خطأ، قلنا لم يعد هناك مكان لدكاكين الإغاثة، نحن نريد مؤسسة. عندها البعض اعتبر أننا نمس يعني جمعيات إغاثية حقيقية، وربما حراك ثوري ومكاتب إغاثية الحراك ثوري عملوا على الأرض فعليا وبشكل حقيقي، نحن لم نكن نقصدهم، نحن لم نقصي أي طرف عمل بالإغاثة بشكل حقيقي بدون مقابل سياسي. هؤلاء هم شركاء لنا، هؤلاء هم شركاء حقيقيون لنا، نحن نريد أن نجمع هؤلاء الشركاء ونبني شبكة منهم، لا نريد إقصاء أحد إلا من يريد أن يعني يعطي لقمة العيش
مقابل ولاء. عندها نحن عدنا إلى العبودية، نحن عندها لا نفرق عن نظام الأسد. طبعا أنا أريد أن أقول أننا عندما بدأنا بهذه الرسالة يمكن العديدون ممن يعتبرون بأن الإغاثة عبارة عن سلطة، الإغاثة عبارة عن إشهار سياسي بالنسبة لهم، اعتبروا أن هذه الوحدة تخلصهم من قوة، وبالتالي بدأت حملة، بدأت علينا حملة كانت قوية جدا. أنا يعني لا يعني حتى أريد أن أكون أوضح من ذلك، ربما كان البعض منها من بعض أعضاء الائتلاف. يعني فعلا نحن بحاجة الآن إلى الارتقاء لكي نقول أنه فات زمن شراء الولاء. طب لماذا أحد أعضاء الائتلاف يهاجم إذا كان هناك أشخاص من داخل الائتلاف؟ لماذا الهجوم وهم وأنتم تعملون بشكل جماعي؟ لأنه نحن لدينا معايير، نحن لا أنا لا يمكنني أن أوجه الإغاثة عن طريق يعني عن طريق جهات محددة وإلى أماكن محددة من أجل شرعنت يعني هذه الجهات. أنا لا يمكنني أن أفعل ذلك، لا يمكن أن تكون الإغاثة مقابل إعطاء الشرعية، لا أعتبر أن هذا الشيء صحي أساسا. هناك البعض ممن أراد أن يضع يده على هذه الوحدة، هناك البعض ممن أراد أن يضع يده على هذه الوحدة من أجل أن يوجه الإغاثة، من أجل أن يوجه المساعدات الإنسانية بالطريقة التي تشرعن شركاء ربما لهم أو تشرعن حتى هم. يعني طبعا عندما نقف يعني سدا منيعا أمام هذه المحاولات، للأسف يعني بدأت الحملات بعد 3 أيام ربما من وقوفنا سدا منيعا أمام هذه المحاولات. طبعا بدأت، وأنا أعتقد أن هذه الحملة لن تقف، أنا أعتقد أن يوميا سيكون هناك المزيد من الإشاعات. ونحن قلنا طبعا نحن قدمنا للائتلاف تقريرا كاملا بعملنا، قدمنا أيضا تقريرا ماليا بخصوص المقبوضات والمدفوعات، وكنا واضحين تمام الوضوح بأن مصاريف الوحدة لا تقتطع أبدا من الإغاثة. هناك بعض المنظمات الدولية التي خصصت مبالغ معينة لا علاقة لها بالإغاثة، خصصتها من أجل تمكين الوحدة. يعني على سبيل المثال تم الحديث عن موضوع المعاشات، وأيضا تمت المبالغة يعني إلى درجة رهيبة. أنا أقول هنا أن المعاشات لا تقطع من الإغاثة. هناك منظمة اسمها GIZ، رواتب الجميع، رواتب من يعملون في وحدة تنسيق الدعم، أم رواتب جميع كتلة الائتلاف؟ لا، أنا أتحدث عن رواتب وحدة تنسيق الدعم، لأنه كان الحديث عن رواتب وحدة تنسيق الدعم. رواتب وحدة تنسيق الدعم لا تقطع من الإغاثة. رواتب وحدة تنسيق الدعم تأتي من منظمة اسمها GIZ، وهي من الاتحاد الأوروبي، وهم نحن نقدم لكل الدول، نقدم ملفين، نقدم ملف الاحتياجات الإنسانية، ونقدم ملف له علاقة بالمصاريف التي تمكن الوحدة من الأداء بعملها. يعني نحن بالنهاية شباب الموجودين هم شباب محترفين، يعني هم شباب فعلا بحاجة إلى احتراف معين. يعني هناك شباب عندما يستطيعون إسقاط المعلومات على خرائط، وعندما يستطيعون تحليل حتى هذه المعلومات، هناك عمل لا يستهان به. ولذلك يعني بعض الدول ارتأت أن تخصص مبالغ من أجل تمكين الوحدة، هذه المبالغ لا علاقة لها بالإغاثة لا من قريب ولا من بعيد. طبعا أنا تقدمت بالائتلاف مثل ما قلت بخصوص يعني المقبوضات والمدفوعات، إن كان فيما يخص الإغاثة وهو ملف يعني منفصل، أو إن كان فيما يخص المصاريف الإدارية وهو تماما ملف منفصل عن الإغاثة. وأيضا أنا قلت أننا مستعدون لأن ننشر للجميع جدول الرواتب، ولكن بدون ذكر أسماء الأشخاص، لأن هذا يمكن أن يؤذيهم أمنيا. هناك البعض عائلاته ما زالت موجودة في الداخل، هناك الموظفين الموجودين أساسا في الداخل، وبالتالي أنا مستعدة لأن أقول التوصيف الوظيفي والمعاش الذي يأخذه، ولكن لست مستعدة بأكثر من ذلك، الشيء الذي يمكن أن يمس أمن الموظف في وحدة تنسيق الدعم. كما وقلت أن هنا من حق كل سوري أن يفتح باب وحدة تنسيق الدعم في غازي عنتاب، وأن يسائل وأن يطالب وأن يفتح كل الملفات، ولكن بدون اتهامات وبدون افتراءات
وبدون أن يسمع فقط يعني هناك من يقوم بهذه الحملة من أجل يعني أخذ أو وضع اليد على لوحة تنسيق الدعم، من المفترض من السوريين أن يكونوا، أو أعتقد أن كثيرين منهم الآن أصبحوا يدركون أنه يعني من 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 كثرة ما كان الهجوم مكثف، فأصبحوا يدركون أن هناك مغالطات كثيرة، مغالطات كبيرة. وأنا فعلا أتمنى على كل من لديه تساؤل أن يأتي إلى الوحدة، أن يرى عملنا، ونحن مستعدين لفتح كل الملفات أمام السوريين، لأن هذا هو حقهم بالتأكيد. أعزائي المشاهدين، سنتابع ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سيدة سهير، ما هي خطط الائتلاف للمرحلة المقبلة، خصوصا أن الوضع القادم ستضغط عليه الناحية الإنسانية التي باتت تهدد جميع السوريين؟ طبعا نحن الآن يعني أنا أتحدث الآن عن القيادة الجديدة للائتلاف، يعني سنقوم بزيارات الآن، هناك شهر رمضان شهر الخير، فنحن سنبدأ بزيارات يعني متتابعة إلى دول الخليج بالتأكيد، وسنطالب بزيادة الدعم، لأن فعلا يعني هناك كارثة إنسانية في كل أماكن سوريا، هذا فيما عدا أيضا المخيمات. وبعد ذلك أيضا سنقوم بزيارة إلى يعني ممكن أن نتحدث مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمريكان، الآن أنا أتحدث معهم بشكل مستمر، يقولون بأنه بالتأكيد سيكون هناك زيادة في الدعم عن طريق وحدة تنسيق الدعم، ولكن بخصوصي أنا يعني هذه الوعود لا أعتبرها، لا أستطيع الاعتماد عليها إلا ما عندما تصبح تحت أيدينا. هناك شيء يجب أن يكون واضح للجميع، ما يأتي لوحدة تنسيق الدعم هو ليس نقدي، ما يأتي لوحدة تنسيق الدعم هو دائما عيني، يعني نحن قدمنا يعني تقريبا أمضينا شهور طويلة، كان يأتينا سلات إعاشية، طحين، حمامات للمخيمات وخيم وأدوية، لم يكن يأتينا نقدي. أنا أريد الآن أن أقول أن مثلا المقبوضات النقدية، مجمل المقبوضات النقدية التي أتتنا خلال يعني 6 شهور هي عبارة عن 11 مليون و4540، هذا مجمل المقبوضات النقدية التي أتتنا. طبعا الآن طبعا هناك بالدولار، طبعا بالدولار، دولار، هذا هو المجمل الذي أتانا، ربما البعض كان يعتقد بأن الرقم أكثر من ذلك بكثير، الباقي يأتي عيني. بشكل عيني، الباقي يأتي بشكل سلات إعاشية وبشكل تماما عيني، أو عبارة عن مشاريع. نحن نتقدم بمشاريع بخصوص الأفران، بخصوص يعني هلأ على سبيل المثال في الخطة القادمة سيكون هناك مبالغ مقدمة من الدول الأوروبية ومن أمريكا مجموعة 42 مليون دولار، هذه المبالغ ستصرف على مشاريع خدمية، يعني مشاريع أفران، مراكز صحية، دفاع مدني ومياه، وموضوع التنظيف، موضوع أيضا لم القمامة من أجل الكوارث الصحية التي يمكن أن تكون. وحدة التنسيق والدعم تشرف على كل هذه القضايا. هلا وحدة التنسيق والدعم بما أنها هي تستلم وبالتالي هي تكون مسؤولة، طبعا هي ليست منفذة على الأرض، هناك شركاء منفذين على الأرض، ولكن نحن لدينا الدور الرقابي، يعني نحن من سنرفع التقارير بالنهاية إلى الدول المانحة، نحن المسؤولين أمام الدول المانحة، ولذلك الدور ليس سهل أبدا، الدور فيه الكثير من المسؤولية التي نتحملها نحن. أيضا الآن نحن نبدأ بحملة الخير يجمعنا، ارتأينا بأن هذه الحملة يعني يمكن أن تكون البداية من أجل فتح باب التنسيق على أوسعه مع كل الجمعيات الخيرية والمنظمات الفاعلة في سوريا، من أجل أن توحد جهودها، من أجل أن نصل إلى المرحلة التي بدلا من أن نتصارع أو نشعر بأننا نتنافس، لا نحن نتكامل مع بعضنا البعض. الآن الوحدة ستقدم من خلال هذه الحملة، هذه هي إمكانيات الحالية، ستقدم 6000 سلة غذائية، ستقدم 200,000 دولار للمساهمة في أجور النقل والشحن، ستقدم 500,000 دولار مخصصة لتغطية النقص في المساعدات المتوفرة كسلة غذائية، مبالغ نقدية للمناطق المحاصرة. هنا لدينا نحن فعلا إشكالية،
نحن لدينا تقصير رهيب بخصوص المناطق المحاصرة. لماذا؟ الدول نادرا، يعني أنا قلت الآن المبلغ النقدي الذي يأتينا، الدول نادرا ما تعطي مبالغ نقدية، هي لا تثق بأن تعطي مبالغ، هي تفضل العيني على النقدي. وفي المناطق المحاصرة نحن لا يمكننا أن نذهب إلى هناك إلا عن طريق النقدي. فنحن نحاول الآن يعني عبر ورشة عمل سنقيمها مع الدول المانحة أن نضع الآلية الأنسب لكي تبدأ هذه الدول بأن تعطي مبالغ نقدية نخص بها فقط المناطق المحاصرة. لا يمكن ترك هذه المناطق. طب والمناطق تموت. والمناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، هناك نازحون كثر أتوا من المدن المدمرة، من المدن التي تتعرض للقصف، أتوا باتجاه تلك المدن، وخاصة الساحل السوري ودمشق. الآن دمشق المدينة، كيف تتعاملون مع هذا العدد الكبير من لا طبعا دائما هناك هذه النازحين. هو الفجوة ما بين الإمكانيات وما بين حجم الكارثة. أعود لأقول هذا دائما، العمل هناك هو في غاية الصعوبة. في بعض الأحيان نحن نستطيع أن نتكل على الأمم المتحدة، في بعض الأحيان هناك تعاون بيننا وبين الأمم المتحدة حتى في بعض عمليات يسمونها كروس لاين، يعني المعنى أنه نقل المساعدات عبر الحواجز، حواجز الجيش. طبعا يعني حتى الأمم المتحدة تعاني لأن النظام غالبا لا يسمح لها بهذا الموضوع. نحن الآن حتى ندفع لكي تعمل الأمم المتحدة بعمليات كروس بوردر، بمعنى أنه عبر الحدود وليس فقط عبر حدود التماس. في بعض الأحيان هناك منظمات هي فعلا تستطيع الوصول إلى المناطق المحاصرة، ولكن هي بحاجة إلى أجور نقل. يعني أجور النقل نحن نحاول أن نسددها، نحاول أن نتكامل. أحيانا هناك منظمات يكون لديها سلات إعاشية ولكن وتكون تستطيع الوصول إلى المناطق المحاصرة، ولكن تكون بحاجة إلى أجور نقل نتعاون معا من أجل الوصول إلى هناك. على سبيل المثال نحن في الفترات الماضية عندما ذهبنا باتجاه الغوطة الشرقية لم نستطيع الذهاب إلا عبر مبالغ نقدية، لم نستطيع الذهاب بغير ذلك. طب نتحدث الآن قليلا عن موضوع اللاجئين، هل هناك خطط جديدة من أجل استيعاب هؤلاء في مخيمات داخل سوريا أو خارجها، وخاصة بعد أن أصبحت دول الجوار تتنفر كثيرا من وجود أو الدول التي تستوعب السوريين؟ مصر اليوم بدأت بطلب من السوريين بأن يكون هناك تأشيرة للدخول إلى مصر، هل هناك خطط حول هذا الموضوع؟ هلا طبعا على الطرف التركي السوري لا أعتقد أن هناك الكثير من المشاكل، لأنه فعلا تركيا يعني ربما يعني هي الدولة التي تحملت الكثير وتحملت عبء كبير جدا، وكانت حقيقة يعني تلك الأخت الحنون لكل السوريين. على طيلة الشريط الحدودي التركي السوري هناك مخيمات، في بعض الأحيان حتى تركيا تساهم بإيصال الوجبات الغذائية إلى تلك المخيمات. البعض من تلك المخيمات أحوال كارثية، على مثال مخيم القاح ومخيم الكرامة. نحن نحاول أن نتوجه إلى هناك بحسب الإمكانيات ونحاول أن نطور إمكانية العيش هناك. طبعا دائما هناك إمكانيات القصف، يعني نظام الأسد يعني وصل به إلى حد القصف حتى على الأراضي التركية. يعني للأسف هؤلاء لا يمكن اعتبارهم بأنهم فعلا محميين من قصف نظام الأسد، ولكن بقدر الإمكان. الآن يعني نحن سنتوجه، الآن نحن فتحنا مكتب في الأردن ومكتب في لبنان. أعتقد أن موضوع المخيمات والعمل في لبنان سيكون أصعب بكثير نتيجة تورط حزب الله يعني بأن يكون شريكا في عمليات القتل مع نظام الأسد. وإنما عندما نتحدث عن الأردن، نحن الآن نطالب كل منظمات وجود الأساسي هنا في تركيا. يعني حتى أهالي درعا وأهالي سويدا عندما جاءوا ورأوا الظروف هنا وجدوها أفضل بكثير من ظروفهم في الأردن أو من ظروفهم على الحدود، يعني بالقرب يعني على الحدود من المناطق السورية. فنحن الآن نوجه الدعوات إلى المنظمات بأن تعتني بأوضاع السوريين في الأردن وأيضا داخل الحدود مثل ما تعتني بهذه بأوضاع السوريين هنا. توجهنا القادم بأن يكون هناك فعلا مخيمات على درجة يعني
على سبيل المثال المخيمات، حتى مخيم أطمي بني يعني كان موجود بشكل عشوائي، لم نكن جاهزين لوجود موضوع اللاجئين على الحدود على الأراضي السورية. الآن أصبح هناك خبرات أكثر، فالآن لابد بأن يكون هناك مخيمات طبعا بإمكانيات وببنية تحتية أفضل بكثير على الحدود على الحدود السورية الأردنية. سنبدأ بالعمل على ذلك، سنبدأ بالعمل مع ورشات عمل مع المنظمات الدولية في الأردن. طبعا أيضا الأردن مشكورة سمحت لنا بترخيص وحدة تنسيق الدعم، وأيضا بافتتاح مكتب بوحدة تنسيق الدعم، وهنا أيضا في تركيا نحن الآن نبدأ بعمليات ترخيص وجودنا الرئيسي، يعني دائما الوجود الأساسي هو في غازي عنتاب، يعني لدينا فروع في كلس، لدينا فروع في الريحانية أيضا، ولكن الأهم أنه سيكون لدينا مكاتب في الداخل السوري وقد بدأنا بذلك. الأردن نحن جدا مقصرين باتجاه الأردن وباتجاه درعا، باتجاه لأنه التسهيلات الموجودة هنا أكبر بكثير من التسهيلات الموجودة هناك. الخطة المستقبلية الآن هو سد الثغرات الهائلة الكبيرة الموجودة، يعني إن كان في الأردن أو إن كان في لبنان سنعمل على ذلك. طب لبنان، النازحون في لبنان أوضاعهم يبدو أنها منسية تماما، هل تعاطيتم مع هذه القضية؟ هلأ في لبنان تعاطينا بالمجال الطبي أكثر مما تعاطينا في المجالات الأخرى، لأنه فعلا الطريق إلى لبنان صعب للغاية، وجود حزب الله. يعني نحن مثلا قمنا بإفراغ بعض المشفيات، بعض المشافي يعني مع المرضى الذين هم فقط في حالة استشفاء، تم استئجار منازل لهم ونقلناهم، لأن كنا نريد استيعاب جرحى القصير بعد أن تم يعني بعد أن اجتاح نظام الأسد القصير، وبقينا في انتظار جرحى القصير فترة يعني فترة أيام. بعد ذلك قمنا بإيجاد نقاط طبية في عرسال وفي يبرود، وبدأنا باستقبال الجرحى، وبدأنا بالعمل على علاجهم في بعض المشافي. فنحن في لبنان يعني نعمل بالمجال الطبي أكثر مما نعمل في المجالات الأخرى، لأن المجال الطبي الآن هو الأكثر إسعافية هناك. طبعا علينا أن نغطي المجالات الأخرى بالتأكيد، ولكن أبقى أقول الإمكانيات قليلة جدا جدا جدا. طيب ننتقل الآن إلى موضوع الحكومة. بعد استقالة غسان هيتو هل سيكون هناك حكومة أم أن للإئتلاف رأي آخر في هذا؟ وخاصة أن المناطق الخارج عن سيطرة النظام تحتاج إلى هيئة تنفيذية فعلا لإدارتها، وذلك سيخفف كثيرا عن هيئة الدعم. كيف سيتعامل الإئتلاف مع موضوع الحكومة؟ هلأ يعني بداية التصويت لحاجتنا نحن وحاجة السوريين إلى وجود حكومة سورية مؤقتة تنفيذية موجودة على الأراضي، يعني هذا 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 نجح بالتصويت، بالتالي هذا يعني قرار اتخذناه. الآن يعني لا يمكن العودة إلى الوراء أعتقد، ولا يمكن أن نعود لنقول بأنه فقط سيكون لدينا هيئة تنفيذية. نحن فعلا بحاجة إلى حكومة. ربما البعض في الاجتماع القادم يعود ليطرح أهمية أو الفرق ما بين وجود حكومة وما بين وجود هيئة تنفيذية، لأنه الحقيقة يعني مع قلة دعم الدول يعني حكومة تكون بدون دعم حقيقي وميزانية حقيقية سيكون وضعها في غاية الخطورة. نحن يعني نحاول أن نميل باتجاه أن يكون هناك فعلا حكومة سورية مؤقتة. البعض يخاف وبعض الدول تخاف من خطر التقسيم وتقول أنه هناك حكومة الأسد وهناك ستكون حكومة للمعارضة. نحن نرى أن حكومة الأسد انتهت، نحن نرى أن حكومة الأسد يعني أساسا هي لم يكن لها شرعية، فنجد أن الحكومة التي ممكن أن تأتي من المفترض أن تسحب أي غطاء وهمي أو أي غطاء شرعي يعني ما زال يريده بعض الدول لحكومة الأسد. كيف سيجري النقاش؟ سنرى، يعني خصوصا بعد التوسعة، الآن نحن أصبحنا عبارة عن 114، كيف سيتم النقاش؟ ولكن أعتقد أننا ذاهبون باتجاه حكومة سورية مؤقتة. المهم أن يكون رئيس هذه الحكومة
هو توافقي الأهم، أن يعني لا يخضع، أو ربما لا يكون ثقل التجاذبات السياسية أن تقع على رئيس الحكومة. نحن بحاجة إلى رئيس حكومة توافقي على مسافة واحدة من كل أطياف وتكتلات المعارضة الموجودة في الائتلاف. الآن في الائتلاف هناك تكتلات، هذه التكتلات مفهومة عندما يكون هناك انتخابات، ولكنها خارج إطار الانتخابات برأيي هي معطلة. يجب أن يكون الائتلاف عبارة عن مؤسسة تنصهر فيه هذه التكتلات، وتبدأ بأن تمنهج نفسها بحسب الاختصاصات وبحسب لجان تنفيذية ومكاتب تنفيذية. نعم، يعني يمكن أن يتكتلوا كما يشاءون عندما يكون هناك حالة انتخابية، ولكن خارج هذه الحالة يجب أن يعملوا على مصالح السوريين وليس على مصالح كل كتلة هم موجودين بها. هذا الشيء غير منطقي، يعني تنازع المناصب، تنازع الكراسي، تنازع الأماكن بحسب محاصصات للتكتلات لم يعد مقبول. طيب، هناك أصوات كثيرة خرجت من الداخل ضد الائتلاف الآن، ماذا تتوقعين؟ هل سيستمر في عمله أم أن الداخل سيرفض الائتلاف في الأيام القادمة؟ والله أنا شخصيا أقول لك، من حق الداخل عندما يقول، عندما يخرج منه هذا الصوت، هو من حقه، لأنه فعلا في الفترة الماضية يعني الائتلاف حاول أن يعمل كمؤسسة، ولكن التكتلات والتجاذبات كانت أكبر من هذه المحاولة. الآن نحن نتحدث عن نقلة يجب أن تكون نوعية، يعني بعد مرور 6 أشهر. إذا لم تحدث هذه النقلة، وإذا لم يتحول الائتلاف إلى مؤسسة حقيقية، وإذا لم تذوب هذه التكتلات داخل المؤسسة، أنا أول من سأنزل إلى الشارع ومع الناس، وسأرفع لافتة من أجل إسقاط الائتلاف. سيدة سهير أتاسي، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة الجميلة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. أعزائي المشاهدين، نلتقي وإياكم في حلقة جديدة، تصبحون على خير.